ودعاه مرمي على الفرش ما يقدر يقوم ذوب فاد بن ولينا شمس الشموس وما إلى محمد وجاه من المدينة وصاه بعلوم النبي راح السكينة ووصب وصيته من قبل تغمض عينه سمع وصيته وقام ويلك مو على الروس ولكن ما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وعلى ظالمي آل بيتي محمد صلى الله على محمد وآله على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بما معناه ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما يزول لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار. وفي رواية لا يزورها مكروه إلا ونفس الله كربه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا مغموم إلا وفرج الله همه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذا الحديث الشريف يبين النبي صلى الله عليه وآله مقام وعظمة ورتبة ومكانة الإمام الثامن الضامن ألا وهو الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذ الإمام الثامن هو أحد أئمة أهل البيت، وفي الترتيب الأئمة هو الإمام الثامن أي الإمام المعصوم المفترض الطاعة بعد أبيه الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام، فهو وصيه وهو خليفته وهو الإمام من بعده. تسلم زمام الإمامة بعد أبيه الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام، وعاصر في زمانه أولا الطاغية هارون الرشيد عليه ما يستحق من اللعن والوباء، ثم من بعده الأمين، ثم من بعده المأمون. طبعا أسماء على غير مسمى
كما يقول الشاعر: ليس الرشيد رشيدا في سياسته، كلا ولا ابنه المأمون مأمونا. جاء به المأمون الخاون من أرض الحجاز، من أرض المدينة المنورة. شرفنا الله وإياكم بالعودة والوصول إلى تلك البلاد النائية. وإذا قلنا النائية يعني قد لا يستعجب البعض من هذه الكلمة، نائية في الزمن القديم يعني لا توجد المواصلات الحديثة، لا سيارات، لا طائرات، لا قطارات، إنما توجد المواصلات القديمة وهي أجلكم الله الخيل والجمال وما أشبهها. اليوم تطورت الدنيا، وطبعا أصبح العالم بأسرة كأنه قرية واحدة، ما هي إلا ساعات ويصل الإنسان من شرق الأرض إلى غربها. أما قديما لا يصل الإنسان إلى من بلد إلى بلد إلا بشق الأنفس. فإذا قلنا نائية يعني بلاد الحجاز، وين جنابك لما تروح إلى حج بيت الله الحرام؟ تقطع كم؟ 1400 كيلومتر مثلا، أو 1700 كيلومتر. تقطعها هذه عندك صعوبة في السيارة إذا تقطعها. شلون يعني إنسان يقصد من الحجاز إلى أرض خراسان تلك البلاد النائية؟ وهو لما نقول بلاد غربة وبلاد نائية بالنسبة لذلك الزمان، طبعا بلاد نائية وبعيدة. إلى اليوم، اليوم أيضا هي بلاد نائية بالنسبة للحجاز أيضا. الحاصل جاء به المأمون الخؤون لأمر يريد أن يتظاهر به، ولكنه يخفي غير ذلك. أراد المأمون من إتيانه بالإمام الرضا عليه السلام بأنه يتحدث عنه الناس ويقولون أنه من المحبين، من المعترفين، بل من الموالين للإمام الرضا، لكنه يضمر ماذا؟ يضمر أن يحط من قدر الإمام صلوات الله عليه أولا، وثانيا لكي يتسنى له أن يثبت ملكه الذي كاد أن يتهرب، وأيضا ثالثا يريد أن يصفي الإمام بعد ذلك تصفية جسدية. وهذا ما أضمره المأمون، ولكن الناس ينظرون إلى الظاهر لأنه جاء بالإمام وجعله ولي عهده، أو طلب منه أن يكون هو يتنازل عن الخلافة ويضعها في الإمام. فلما لم يقبل الإمام قال له: تقبل، إن لم تقبل ذلك تكن ولي عهدي. فقبل الإمام مجبرا عليه السلام. لكن تعال شوف، المأمون أراد شيئا وأراد الله شيئا آخر. المأمون أراد أن يضع من قدر الإمام بين الناس، ولكن الله أراد أن يرفق
فيما بين الناس من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. ولهذا تجد أن الأئمة الطاهرين أبناء الإمام الرضا وأحفاد الذين جاءوا من بعده يعرف كل منهم بابن الرضا. ليش؟ لأنه غطت شهرته العلمية وغطت شهرته القدسية في أوساط الناس في جميع ربوع الدنيا. وأراد المأمون أن يصغر من قدره وشانه، ولكن من كان مع الله كان الله معه. ولهذا تعال شوف الإمام سلام الله عليه وهو في طريقه من الحجاز إلى خراسان، تلك البلاد النائية، لما يمر بنيسابور، وإذا تخرج البلدة عن بكرة أبيها، ما يبقى أحد، يخرجون العلماء والفطاحلة ليتشرفون بلقيا الإمام سلام الله عليه. ليش؟ لأن النظر إلى وجه العالم العامل عبادة، فكيف بالنظر إلى وجه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الإمام الرضا عليه السلام. فإن النظر إلى وجهك